إلى الأردن والشباب الأردني في صراع بين الطموح وتحديات الواقع. كان هذا محور تحقيق نشرته جريدة الرأي الأردنية حول أحلام الشباب في الأردن، واللي بيسعى لتحقيق النجاح على كافة المستويات المهنية والتعليمية وبين الأزمات الاقتصادية اللي بتواجهه بتعيق تحقيق تلك النجاحات. أنا أعتقد أن هذه الأزمة بتواجه عدد كبير من الشباب في كافة البلدان العربية والعالمية أيضا، نتيجة للتداعيات الاقتصادية السلبية التي أصبحت تؤثر على العالم الآن. من الأردن نأخذكم في جولة إلى الشروق التونسية وتحقيق آخر، ولكن عن مدة الحضور المدرسي اليومية. واعتمد التحقيق على رأي طلاب وطالبات من المدارس التونسية المختلفة، واللي تحدثوا فيها عن عبء طول مدة اليوم الدراسي وإزاي ممكن يؤثر على حياتهم اليومية ودراستهم للمواد، مطالبين بتقليص عدد تلك الساعات.